مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى عدد جديد من برنامج ملفات رياضية. نود في البداية ان نترحم على روح فقيد الكرة الجزائرية رشيد خلواتي، هذا الرئيس السابق لاتحاد العاصمة واول رئيس لرابطة الوطنية لكرة القدم، رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والزم جويه الصبر والسلوان. كما نترحم ايضا على أخ روح فقيد أخ سعيد عليق الذي وفته المنية أيضا اليوم، نترحم على جميع موتى المسلمين. أيضا نتحدث اليوم عن عدة قضايا، في الأول عن عودة أسماء مدربي النوادي الجزائرية إلى الاختفاء بعد مرور جولة أو ثلاث جولات على بداية مرحلة العودة. سنتحدث عن عبد الكريم بيرا الذي قرر الانسحاب من العارضة الفنية لأهلي برج بوعراريج، عن سفيان حدوسي الذي غادر أيضا أقيل من العارضة الفنية لشبيبة القبائل. سنعرج أيضا على تصريح وزير شباب والرياضة الهادي والدعلي والذي لمح فيه لأن الحكومة تريد استقالة رئيس الفاف محمد روروة. وكما سنعرج في الأخير على نهائي المرتقب نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والكاميرون، كل هذا مع ضيوفي الكريم. ضيفنا اليوم هو عبد الكريم بيرا، نقول مدرب أهلي برج بوعراريج، مدام أنه الأمر إداريا لم يتم بعد. ما زال لحد الآن مدرب فريق أهلي برج بوعراريج، لأنه يربطني عقد والقانون واضح، إذا كان راح يكون فرق هذا راح يكون بالتراضي وبطريقة كما نقولوا احنا حضارية. مرحبا بك سي عبد الكريم. الله يبارك فيك. في الجهة المقابلة الإعلاميين القادرين، إعلامي قسم الرياضي لجزائر نيوز وجزائر تي في مصطفى وعيل، أهلا بك. الله يسلمك، مساء الخير. إلى جانبه رئيس تحرير القسم الرياضي لجزائر نيوز وجزائر تي في فضيل حفيظ، أهلا بك فضيل. مساء الخير. نبدأ بسي عبد الكريم بيرا، أنه الحديث كل الحديث كان على مباراة أمس والهزيمة اللي كانت أمام جمعية وهران وما حدث بعد هذه المباراة. بما أنك معنا حبينا نعرف ماذا حصل بالضبط. كانت هناك أقاويل أنه جماهير مارست الضغط، عناصر داخل الميدان دخلت حتى وصلت إلى الاعتداء الجسدي، ماذا حدث بالضبط بعد مباراة وهزيمة أمام جمعية وهران؟ والله قبل كلش نعزي الأسرتين سي خلواتي الله يرحمه برحمة الله وسي عمر العليق الأسر نتاعهم تعزية الخالصة، شكرا على الاستضافة والإخوان سي مصطفى وعيل وحفيظ اللي راه موجودين معايا كذلك. نحاولوا إن شاء الله نعطيوا ماكسيموم دانفورماسيون والناس اللي راهم يتبعوا فينا إن شاء الله راح يستفادوا بشي اللي رانا راح نقولوه. عموما نرجع للسؤال تاعك، احنا البارح لعبنا المباراة الرابعة في الأياب ضد جمعية وهران، أكيد رياضيا الهدف اللي كنا حابينه هو ماشي باش نخسره، ولكن هذه أحكام الكرة، خسرنا لأنه يقدر بنادم يدير التحليل تاع الخسارة نتاعو، حتى وبالك أنا نقول التعادل كان أقرب بكثير على الخسارة، لأنه الكرة كانت عندنا وحنا اللي كنا متفوقين على المنافس، تلقينا هدفين يعني في وقت اللي نظن أنا كان فارغ في التركيز، وضيعنا عدد كذلك من الفرص اللي كنا قادرين نقتلوا بها المباراة. في المقابل نظن هذا فريق جمعية وهران راهو فريق ما راهو سهل، فريق اللي عنده لاعبين كذلك في المستوى اللي سبقهم ولعبوا في المستوى الأول، وما يخفلكش حنا في البطولة نتاعنا كاين 15 فريق أيضا اللي كان يحوس على الفوز باش يعاود يرجع يعني كاين 15 فريق كامل سيتي دي زيكسبونسيونير لا ناسيونالون من غير بوسعادة اللي ما لعبش لا ناسيونالون، أما الباقي كلهم. وهدف جمعية وهران من بداية السنة هو الرجوع، هذا ما يبررش لانه احنا المباراه كانت في يدنا وكنا قادرين نفوزوا بها، بالك الشيء اللي حصل كان ما يحصلش، ولكن هذه احكام الكره. انا لما نشوف الهدف الثاني مثلا، الهدف الاول على كره ثابته، احنا في التموقع نتاعنا كان ديما موجود لاعب اللي يغطي الزملاء في دوزيام بوطو، في لاكسيون ما كانش، لاكسيون تاع لا كوندرا اتاك سي اون كوندرا اتاك، انا نقدر نقول لك اللي يعاودها 100 فوا ما ماركيش، لانه هنا يا اون ديكونسونطراسيون يا كيما احنا نقولوا اون ديزيرسيون دو بوست دان ديفونسور. ونظن عموما داخليا أن الفريق كيفاش انت تعرفه، فريق تعرفه من خلال المباريات، شخصية اللاعب تعرفها منين من خلال المباريات، أخطاء توقع وقدرة توقع لأي نادي وأي فريق وأي لاعب. لو قعدنا برك في هذا الكونتكست خسرنا ماتش على الجانب الفني، نعم خسرنا ماتش سي بون، الماتش شكون اللي قيمه وشكون لوطوكريتيك يديرها، قال وين غلطنا وين ما غلطناش وعلاش كيفاش، إذا كانت قرارات إذا كان دي سانكسيون ما عليناش. بصح في الفوتبول
سيتين كولتور نخسر نربح ندير نول بالك تغيدك لما ما دير والو في الماتش والشيء نقدر ما نقولش اللي صار بارابور لي ماتش كامل اللي درناهم قبل بالك سي البلو موفي ماتش من نهار بديت انا مع الفريق عودنا المناصرين انه كان فرقه كان كتله كان دفاع كان ريتم كان فوليوم دو جو تري انتريسون لا بروف لي ريزولتا اللي درناهم سورتو ا دوميسيل ماشي هكذاك اون لي ميريتي سيتي ان تي بو كيما حنا نقولوا تري ميريتي مي من باب اخر هل هذه الهزيمه فقط كانت كفيله تحدث ما احدث الشيء اللي صار الجمهور اللي نحييه بالمناسبه لانه فريق نادي سي برج بوعراريج عنده جمهور رائع سي دي سوبورتور سي با دي سبيكتاتور كاين فرق بين سبيكتاتور يجي يشوف وكاين اللي يجي نصر نصرونا هما اللي نقدر نقول لك دفعوا بالفريق للمستوى هذا لانه لما المناصر يجي ويحضر ويشجعك في الاوقات الصعيبه يخلي اللاعب هذا يدي ثقه اكثر في نفسه ولات لا كونفيونس ولا لو بليزير ميم هما يجيو باش يتمتعوا لما تنجى تربح يفرح ودخلنا الفرحة لقلوبهم ولما تخسر الأمل حتى الفريق قادر يلعب صعود لا وهذا هو الهدف تاعنا ولكن في المقابل لما تخسر من حقه يزعف من حقه يزعف لازم تتقبل كيما يفرح كيما يزعف فهموا من كلامك سي عبد الكريم بيرا أنه الأمر مش الأمر الذي حدث ليس من قبل الأنصار حاشا المناصرين الأوفياء اللي كانوا في المدرجات هذو كانوا شخصيا كان وراء ما حدث احنا كملنا المباراة داخلين غرف الملابس قاعدين نشوف من البعيد لاعبين خارجين بعد الهزيمة أنا تمنيت الناس اللي كنا قادرين قابلوهم في لوتونال حتى لفيستيار أضعف الإيمان ما يهضروش لأنه هذه خسارة وجعتنا كامل وانت اللاعب مهما كان هو سلاح النادي هو اللي يلعب أنا ما نقدر نلعب والمسير ما يقدر يلعب اللي يلعب هو اللاعب إذا خسرت ماتش نسينا كامل واش بنينا نسينا كامل المليح اللي درناه ومباشرة تهديدات لفظية تهديدات جسدية هذا الشيء غير مقبول في هذا المستوى احنا رانا نمارسوا مهنة والمهنة هذه فيها ضغط نتحملوا الضغط اللي قادر يكون داخل الميدان ضغط في التحضير تاع المباريات تاع الاسبوع بصح هاد لا بريسيون اللي قادرين نسميها اون ديبرسيون ولا لا ديستركسيون هذه انا نقول بلي سيتي ان تي بو بريميديتي علاه دخلنا احنا الغرف الملابس الامور ما قعدتش غير في لو كولوار كان ان او دو جوار خلينا لي زاغريسيون فيربال براتيكومون تو الموند بصح لاغريسيون فيزيك يا فان جوار انا نهضر على ان جوار جبناه في الميركاتو تروا جوار اي جاسيوم ما ريسبونسابي سي دي جوار اللي عندهم اسم حفيد بخاري وزياد حمزه حنا طون دادابتاسيون سي حنا اللاعب هذا اللي جبناه معروف وواضح وين لعب عنده لا عنده لي تينيرار عنده لا تراسابيليتي يعني خليني برك هذا نربط بالشيء اللي راني راح نقوله لك المفروض اذا كان واحد اللي يقيم اللاعب هو المدرب اذا كان مدرب موجود ومقتنعين به وعندنا ايمان فيه هو اللي يقيم اللاعب ويقيم اللاعبين المسير من حقه والمسيرين اللي عندنا مشكورين لانه وفروا لنا كل ظروف العمل صراحه لانه انا عندي 104 ايام حضوري خدمت واحد 127 اور دو طرافاي بلي ماتش اميكو بلي سيونس دونترينمون لي ريزولتا سون لا رانا ماشيين لي كار دو فينال كوب دالجيري رانا ديما مع البلوطون اللي راهو كيما حنا نقولوا يعس كيما حنا نقولوا لي تروا برومي سي تادير اللي راهم في البوديوم وكنا ديجا في البوديوم انا نقول لما دخلنا لي فيستيار الشيء اللي زاد صرا انه رئيس النادي سي مرزوقي دخل واعلن الاستقاله تاعو انا في هذه الحاله انا باب كيما حنا نقولوا بالدرجه باب الرجله لما يجيبك بريزيدون ويروح لازم تروح معاه درتها مع سي عاشور بتروني الله يذكره بالخير ونبلغ له السلام البلاطو وكيما نديرها مع واحد اخرين هادو ماشي مي فيرتو بيرسونيل انا زايد هكذا وتربيت هكذا ولكن من جانب اخر سي بوفليح لما زاد قال كلام واحد اخر اللي شويه خطير يلا اكوزي راح نوليوه بالتفصيل باش لانه ما قاله خطير جدا مصطفى يعني في كل مرة الأندية الجزائرية المدرب مش لازم يسير المجموعة فقط مش لازم يسير الإدارة لازم يسير بعض من محيط النادي ما نقولوش الأنصار لأنه تسير الأنصار يجيب النتائج
نقولوا اشخاص دخلاء، هل هم دخلاء ولا مدفوعين من طرف اشخاص؟ نفهموا من كلامه انه كاين ناس مخصصين باش يخلقوا الفوضى في الفريق، هل هذا دور المدرب واللاعبين يسيروا هذو الاشخاص؟ نو بيان سور، ماشي ماهوش دور المدرب. وشنو انا جو فودري دير اون شوز ا سو سوجي، سي كاد يعني سكي سي باسي في برج بعريريج البارح، في الماتش تاع البارح، سناريفا كبرج بعريريج ايه معظم الانديه. انا حتى في السؤال تاعي قلت لك في النوادي الجزائريه لانه امر متعارف عليه، ناسيونال من 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 متلمسان حتى لعندنا بالهيك، من الجزائر حتى سا سباس بارتو كوم سا. Sinon, un ou deux clubs peut-être, mais sinon, l'Ukraine, au col Hagda, il y a tous les paliers. Mais la division avec le Tchétanie, il y a Wilaya, il y a. Il y a des choses. Et c'est pas le. Là, on parle d'un club professionnel. Le club n'est pas structuré. Et ce n'est pas. Je ne suis pas à la Burj Barerej. Tous les clubs ne sont pas structurés. Ils ne sont pas bien structurés. Parce que ça, ce n'est pas le rôle du Moudarab. باش يخرج يهضر مع دوك الناس ولا يدير باساج لي جوار تاعو باش ما يسمعوش. نورمالمون كاين دي ديريجون هما اللي يوقفوا لتما، اي جو سوي سور يعني هذوك الناس اللي كانوا كيما يقول لي زاغريسون فيربال اونفير لي جوار تاع البرج، هذوك الناس يفون بارتي دو لونفيرونمون ايميديات تاع الفريق. ما جاش سيد هذا، ما جاش من اليشير ولا جا من العلمه ولا باش هذا، وداخل داخل الفريق كوم هما يحبوا ليكيب اكثر من واحد اخرين، دونك هما يسوبرمات باش يشتموا لاعبين، باش يسبوا لاعبين، وهذا الشيء ما يلزمش يصرا. دونك تو لي كا هذا الشيء ما يلزمش يصرا. مي لو كان جا الفريق يعني لو كان جا فريق برج باريريج، بويسك انا نهضر على الكابا اليوم، لو كان جا فريق برج باريريج بيان اورغانيزي، ما نظنش يعني لو كان ريسبونسابل لا سيكوريتي اللي هو يعني عنده فريق معاه يحمي جوستومون اللاعبين هادوما، جو بونس كو ما يصراوش. انا طرحت هذا السؤال ايضا لانه ربما تبرير من جانب اخر لمغادره المدربين يعني من النوادي، اذا كان ماشي النتائج اللي تمشي معاه كاين امور اخرى ما تمشيش معاه. هذا مشكل من مشاكل فضيل اللي نلاحظوه في الانديه الجزائريه، اذا كان ما دفعتوش نتائج المغادرة يدفعوه أشخاص آخرين المغادرة. هو يعني في الحقيقة يعني المدرب هذا يلعب ضد الفريق الخصم ويلعب ضد خصوم أخرين، يعني المدرب الناس كل ضده، النتائج ضده، لبعض المناصرين ضده، وبعض الأشخاص كما قال لك مصطفى في بعض النوادي حتى الإدارة اللي كيزون أكسي للانتوراج تاع الكلوب. في غالب الأحيان يعني احنا شفنا مدربين يعني فازوا وتعرضوا لهذه الأمور، هذه مش مدربين خسروا فقط. هذا واش يبين لك بانه هذه الانديه هذه عايشه في فوضى وفيها محيط يعني مع الاسف يعني متعفن. هو درجات يعني هي كل أندية عندها نفس المشاكل، ولكن يعني كل شيء نسبي. الان اذا كان فريق يربح 10 مقابلات ومن بعد يخسر مقابله يصرى له شيء، هذا يعني تصور انت انه الفريق هذا يعني يخسر عده مقابلات. نظن باللي هذا الامر هذا وسي عبد الكريم بيره يعني ما ليس له ان يحزن من هذا الامر، لانه هذا شيء ولا يعني رياضه وطنيه يعني في كل الانديه كيف، والمشاكل هذه مش راح تنتهي. علاش؟ لانه الان وقلناها ألف مره، لانه ما عندناش انديه، عندنا مجموعه تاع لاعبين ومجموعه تاع مسيرين، في نص العام يروحوا يجوا اخرين، وفي نهايه السنه يعاودوا يتبدلوا. ما عندناش انديه، النادي معناها بلي عنده نظام، عنده ناس يسهروا على سلامه اللاعبين وعلى سلامه الفريق، وناس ينظموا المقابلات سرونتر دون اورغانيزاسيون دي ماتش. انديه هدفها مش كره القدم، هدفها امور احنا اخرى. احنا اوني ان كابابل دورغانيزي دي سامبل ماتش دو شامبيونا، فهمتني؟ لما يصل الامر هذا معناها بلي حنايا الان ماناش قادرين حتى ننظموا مباراه في القسم الثاني. وبعد هذا الشيء كامل ما انا ما نقبل حتى واحد يجيب كاع الفريق الوطني كيروح لكاس افريقيا ويخرج في الدور الاول. يعني هذه كلها نتائج مرتبه من هذا الفوضى اللي وقع يعني. ويعني مع الاخير بعض الناس يحبوا يتفوقوا على الكاميرون، يتفوقوا على مصر، ويتفوقوا على غانا. مستحيل. نعم، ربما كنا نتمنى وتكلمنا في 2016 مصطفى كثير من المشاكل، كنا نتمنى في 2017 ندخلوها على الأقل ولو بأمر إيجابي، لكن هذا لم يحدث. الأمر الخطير أيضا مصطفى، راح نولي لك سعب الكريم بيرة، لأنه الأمر أيضا يعنيك نوعا ما من جانب، لأنه لما يكون رئيس اللي قرر الاستقالة وبعدين اليوم تراجع قال أنه أمر ضغط وتراجع الاستقالة، لكن لما ما لا يمكن مسحه
هي تصريحاته اللي قال فيها انه اللاعبين رفضوا رجليهم في هذه المباراه. شوف اسمح لي يعني سي تو بيرمي الحكايه تاع الرئيس للنادي اللي استقل هذا ثاني سان سبور ناسيونال. كاين رئيس نادي ينشط في لا ليغ 1 في القسم الاول في القسم الاول راهم حاسبين له ناس يعني شارجي دي ستاتستيك 177 استقاله منذ توليه 93 نعم فوالا ان بريزيدون كلكو سوا اكس ان بريزيدون دو كلوب كلكو سوا اكس ما يدخلش الفيستير يقول راني ديميسيونير باسكو نعاود نوليك هذيك تاع لي ديكلاراسيون هذوك اونفير لي جوار اللي تهمهم فهذا يقول لك ان تيب ساج يفو جامي بروندر دو ديسيزيون كونت اوني اون كولير يفو جامي بروميتر كيك شوز كونت اوني كونتون. هو يدخل في مع الزعاف هذا كيتو يقول لهم فوالا جو سوي ديميسيونير 24 اور ابري يقول لك اودي السلطات داروا عليا الضغط والمناصرين جاوني للدار سي بيان يعني بون فان سي بيان مي يفو با نلحقوا لهذا الشيء. و ان بريزيدون اللي يدخل يتهم يقول لك 2 3 جوار جو سي با كومبيان مي يمسامبل قال كل لاعبين اون لوفي البي سي سي غراف فرانشمون يعني سي دي سي دي باش نتفاهموا مليح يفو دير يفو دير الحوايج اللي يصراو في كره القدم تاعنا. كاين دي جوار كاين دي جوار يلاف لو بي في الشامبيونا كاين دي جوار سا اكزيست مي انا مانيش نتحدث على الماتش تاع البارح برج باريريش كونتر لازمو باش نتفاهم. ماكش انت اللي تحدث رئيس النادي اللي تحدث لا رئيس النادي لا رئيس النادي باش يقول كلمه كيما هادي ومن بعد بون ما يقدرش يمسحها خلاص غدوه من كيفاش راح تقابل لي جوار هادو كيفاش تقابل لي جوار تاعك كامل كيفاش راح تقابل المدرب تاعك سي عبد الكريم بيره. هذا سؤال مطروح كيفاش يعني الان تتخيل العوده الى غرف تغيير الملابس بعد هذا الاتهام. شوف انا تغيير الملابس غرف تغيير الملابس انا سي كيك شوز دو نوبل. عبد الكريم تفضل. فضلك سمعت مقبل البريزيدون يهضر يقول راح نديروا اون كوميسيون دونكيت فرونشمون كوميسيون دونكيت هنا كومي دير كوميسيون دونكيت كيفاش انت قلت تو افيرماتيف انت قانع تو افيرماتيف باللي كاين دي جوار اون ليفيل بي ومن بعد 24 اور ابري تو ريفيان سور تا ديسيزيون دو ديميسيوني وتقول ندير كوميسيون دونكيت فرونشمون سي هو مصطفى سي دون لو ميم الينيومون. انا لولا ملي فات حكمت سيابي وخدمت معاه لا فاز روتور كلاسينا برومي شامبيون لا فاز روتور كاين واحد لي فيرتو واحد لي ريفلكس انا شخصيا اللي درتهم في الفريق والفريق مشى بعد ما كان في المرتبه 14 رحت في نهايه السنه لانه لاعبين ما خلصوش وعدوهم ولو كان وليت بالك حتى انا شخصيا كانت تنقاس بارابور اللاعبين وعدوهم وما وفوش من الاحسن شكون سهل هو المدرب ما كملتش عام من بعد لي ميم جوار هذا كان رونفورسمون فريق الى فاي توشي الشامبيون اماتور بصح علاش ما راهمش المدربين اللي جاوا اللي ما راهمش ملاح هاد الناس اللي سوا ديزون كما قال مصطفى استعمل واحد المصطلح بالك هما يحبوا الفريق اكثر من الناس كامل ما يحبوش الفريق اكثر من الناس كامل يحبوا رواحتهم قبل الفريق لازم هما سيبيجوراتيف توتافي يعني لازم نعترف جميعا انه انت تعترف انه كل الانديه هذه عندهم ما يسمى بمعارضين ويجيو ضد الفريق حتى لو كان يعود عنده نتائج ملاح يجيو ضدهم هذه معروفه معارض. ونظن باللي معارض. في البرج امر لا يختلف صحيح. يعني المعارض ما يكونش معك مدخل فهموا مليح اللي ياكل من الفريق لانه الناس اللي درت هادو ما سيدي لي زاجون سيكوريتي اللي المفروض هما يحميو لا دوك لازم واحد انا نورمالمون يحافظوا على الملعب سي بلو فلي يحافظوا على الامن هو اول واحد يخرق الامن. اسمح لي هادو سي با دي زاجون دو سيكوريتي هادو سي دي زاجون دو دونجوروزيتي صحيح ولا دي سيكوريتي كيما راك استعملت لو تيرم دونجوروزيتي ابسولومون راني معاك 200% انا راني هنا سي بور اكليري سكي سي باسي par rapport à mes réflexes et mes valeurs. Moi, je ne peux pas dire que le noir, c'est blanc. C'est impossible. Mais je vais continuer à faire le travail. Le fariq, c'est Merzougi, le Ramchkour, le nouveau président supporter en même temps. C'est quelqu'un qui aime son club. Et en même temps, c'est un président qui a beaucoup de qualités. Tu as fait un travail avec Hadjahra. Je vais vous parler de la personne. Je vais vous parler de هو العام اللي فات في النهايه هو اللي رجع هو اللي سلك الفريق هو والحات سليماني اللي نحييه هو المساعد المباشر تاعي بريمير اسيستون انا لما رجعت هذا العام
لقيت الفوضى، لقيت كل شيء اللي بريته بعد قبل العام اللي فات مشى. الناس تدخل لي فيستيار وتهدد اللاعبين، الناس تصرف اللاعبين، الناس ولات حتى تقرر في مكان الرئيس. هذه العام اللي فات هذا الشيء صرا، هذه هي الفوضى المنظمه المقننه. هذا مش طور المدرب. سامحني معليش ابو فلاح، انا اذا كنت مدرب وراني مدرب انا نتحاسب على واش؟ على النتائج. انا من جميع حاجه اللي دايره بالنتيجه لازم نتحكم فيها، ما لازمش نكون كبش في ده. لا، اذا قال نحب نروح لوتيل فلاني نبات فيه نبات فيه، لانه لو بروغرام اللي رانا نديرو متعلق بالنتيجه تاع المباراه. وانا في هذه الحاله رئيس النادي اعطاني الامانه اللي هي سيابي، وانا اللي راني نتصرف صراحه. لا راهو مشكور لانه على باله باللي الشخص هذا اللي عطاه الامانه هذه سي بروفيسيونيل. انا بالنسبه لي يعني عندك الورقه البيضاء في اكيد البوربا. اكيد حكينا حاجه المحيط المباشر، انا ما جيتش لهنا بور فير اون ريفولوسيون نو. المحيط المباشر كاين اللي نعرفو كاين اللي ما نعرفوش، سيتي بريميديتي. الناس كانت تربص وتسنى اي اخفاق، لانه هذا بعد ما شفنا يقول لك ليماج ميو فو ميو كو ميل مو. الشيء اللي شفناه وسمعناه لحقنا وين تهديدات لحقنا نتاع في لي فيستير والباب قريب تكسرت. شكون هاد الناس؟ شكون خلاهم يدخلوا؟ هادو هما من ليزاجون سيكوريتي كانوا منهم. وانا هادو اذا الفريق ما يتكسرش ويمشي للقدام، اليوم سي لوكازيون جامي بور اسينير لا سيتواسيون. لازم هو دونك بريزيدون ينظف واش كاين قدام بابو. الباب سي ليكيب. انتم تفضلتوا قلتوا اللاعبين، انا مهما كان اللاعبين راهم ولادي. انا اللاعبين هادو ما راهم مشكورين شي اللي قلت. حنا اللي قلنا رئيس النادي هو اللي اتهمهم سعد الكريم. نو معليش خلينا انا نهضر لك لا ريلاسيون اللي كان ما بيناتنا. سي فامي براتيكمون، كانت اداره ولا طاقم ولا لاعبين ولا جمهور، ومشينا الحق تاع رب العالمين في ان سيريو اكسترا اوردينار مود دو فونكسيونمون. انا رفدت النيفو في لو فونكسيونمون دو ليكيب. حنا نخدموا بروفيسيونيل. نعطيك مثلا امثله، انا اللي ما يلعبش بالجمعه ما يديش روبو بالجمعه، يجي يونضريني على 10 دي ميديو ماتان. شي هذا كاع ما كانش. انا نظن هذا النظام العام اللي داروا بيرا زعج بعض من الناس اللي كانوا يديروا واش يحبوا، كانوا يقروا في الفريق، كانوا قراب كثير للفريق. اليوم ما قدروش منين يدخلوا. علاقه كبيره بيني وبين رئيس النادي سي مرزوقي، حتى سي بوعوين عبد الرحمن. ثاني كاين كونفيونس توتال مع البوبليك. البوبليك ولا عمر الستاد من قبل ما كانش يجي داخل الجروب، سي ان ايطا ديسبري فاميليال. هذا الشيء هذا صار ديرونجي باسكو البارح الشيء اللي صار سي بوفلاح. نفهموا من كلام من ما قلته انه هذو الاشخاص اللي جاوا يعتديوا على الاخر كان بسببك. لا تما قلت انت ازعجتهم طريقه عملك النظام اللي فرضته. شو بيرا بيرا ازعجهم. شو بيرا بيرا ما راهو الشخص بيرا ايتان بروغرام لونترينور ايتان بروغرام. كاين ناس انا مع لو جروب دو طرافاي هذاك كامل اللي خدم معايا كان معايا وكان يسمع واش كنت نسمع مع اللاعبين. نظام انا داير نظام تاع فريق اللي راهو محترف. جو سوي با ان اماتور دون مون ميتي، مو جو سوي ان بروفيسيونيل. الناس هادو كلام كبير، الناس كلام كبير اللي داروا هذا الشيء معروفين، ورئيس النادي يعرفهم والبرج كامل تعرفهم. يا با سي با سي با لا بين نديرو ان شيما معروفين. اي سون ميم اسمع اي سون ميم دون لو ستاف تكنيك دي جون. يا ان كي اون كادر لي جون يلا ان كازي جوديسيير نورمالمون ما عندوش حق. لا لا انا هذه لازم نقولها باسكو علاه. لا ما راهيش تصريحات، ما راهيش تصريحات. هذا وقع. انا نعطيك مثل، انا راني نجيب لاعبين من لي اوفا لي اوفا انت ما نجيبش. كاع يطرحوا سؤال وي سون فيكتيم بالك مساكن. جاب من اي 17 درت لهم بري كونترا يونتريني معايا اون سينيور. سلا فو دير كبير عنده ميم اون فيزيون لوانتان ميم او نيفو دو لا فورماسيون. نحبط لي جون اون ريلاسيون مي خويا كونت كالكان نا با لو بروفيل دان ايديوكاتور ني لو بروفيل دان اونترينور. حرام يهضر معايا ويقعد معايا في طابله ونتعامل معاه. هذا انا ما نقدرش نحي كلش، ولكن اليوم حان الوقت باش رئيس النادي ياخذ قرارات رضعيه. الناس اللي هددت اللاعبين لانه هادو حابين يحطموا مكسب اللي تابع برج بوعراريج والولايه بحد ذاتها، من المسؤولين تاعها، من الانصار تاعها، من المحبين تاعها، من المسيرين تاعها، راهم كما حنا نقولوا يسون با داخل. مي لو جروب اسكيل هذا تربص شحال من سنين وهو اللي خلى البرج عايشه في الفوضى. كاين بيرة لانه بطريقه او دبلوماسيه معروفه عليك تهربت لي نوعا ما السؤال لما يتعلق الامر برئيس النادي. نحاولوا تجاوبنا لانه الرئيس اتهم شخصيا
فريق فضل ثلاث لاعبين. انا نقول اليوم هذو ثلاث لاعبين ربما يعرفوا انفسهم كيفاش ممكن يعاودوا يوليو لهذا الفريق. لا انا شوف انا ما نكذبش عليك، انا ما نامنش بهذا الامر هذا انه فريق يخسر مقابله يدخل رئيس النادي ويقول انا اتهمت ثلاث لاعبين ومن بعد يقول راح ندير لجنه تحقيق. نظن هو كان عنده رد فعل يعني غاضب، وربما كانت عنده بعض الشكوك قبل يعني يتصرف هكذا. ولكن انا ما نظنش كما قال لك عبد الكريم انه فيه لاعبين هكذا يسمى خسروا الفريق ولا حاجه. ولكن مع الاسف الان انا نشوفه في كل لما يخسر. احنا معناش ثقافه، معناش ثقافه الخساره ومعناش حتى ثقافه الفوز. احنا كي نربحوا ما نحاولوش نشوفوا كيفاش ربحنا، وكي نخسروا نبحثوا على اذا ما كانش الحكم كان لاعبين باعوا المباراه، واذا كان لاعبين ما باعوش المباراه الاسباب الخارجه عن نطاق الرياضه. يعني نظن باللي رد فعل تاعو كان رد فعل يعني غاضب فقط. والان ولا يقول ندير لجنه تحقيق ودوا بالك شي حتى لجنه التحقيق ما يعملهاش. ومن ناحيه اخرى هاد الناس يقولوا معروفين وبعد لجنه، يعني نظن باللي هذا الكلام هذا يعني غير منطقي ابدا. هذا الامر مطروح لانه برج بوعراريج حقق انطلاقه معك يعني بعد ما كان الفريق بعشر نقاط في الجولة الثامنة هكذا، يعني حققت معاه 18 نقطة في هذا المشوار. عندك خمس انتصارات، ثلاث تعادلات وأربع انهزامات. بالنظر أو لهذه الحصيلة، هل تشوفها إيجابية في مشوارك مع أهلي برج بوعراريج لحد الآن لفريق يطمح اللعب على الصعود؟ أنا شخصيا ما رانيش راضي. نقولوا 18 نقطة من أصل 36 نقطة. ما رانيش راضي. أنا حبيت لو ديفي 50% أكيد. داير انا في لو طابلو دو بور نتاعي اون طون كونترينور، لانه لازم يكون عندك اون فيدوروت اللي تمشي عليها. نعرفوك الدقه تاعك في الارقام معروف. انا بروفيسيونيل، انا لو طابلو دو بور عندي، راني قلت لك رانا خادمين 127 اور دو ترافاي. نقول باللي ما رانيش راضي اكيد، لانه حيف لا فاز روتور نكملوا برومي. سلا فو دير كلي ماتش ا دوميسيل يفو فير لو بلان مع لي ديزادفيرسير ديريكت سورتو. الشيء اللي ما صارش في المباراة تاع البارح ولازم واحد يتقبلها، لأنه هذه أحكام كرة القدم. ولكن الشيء اللي إنسان ما يتقبلوش وشنو هو؟ أنه أنا ما كنتش كمدرب برك، نظمت كثير من الأمور، وفي بعض من الأحيان لازم لك يون إنرجي ما راهيش يون إنرجي سهلة، نيرفوز فيزيك أوسي. نرجع لك رئيس النادي باسكو نربط بهذا الشيء. أنا اللاعبين مهما كان الأمر، أنا جور يمي. الناس اللي عندها ثقافه في كره قدم في حاله الاخفاق لا ساجيست اللي تبان عند الناس، لو ديسكور كيفاش يكون. لو بريزيدون قلت لك تلمو يحب ليكيب تاعو، وانسان اللي يعني صراحه انا خدمت انا في برج ونعرف قيمه الشخص هذا، كي هو كيسيب عوينه بلا ما نساس اسماعيل بن حمادي كذلك، لانه هاد الثلاثي هذا هما اللي راهم صاهرين على الفريق. صدقني لو فونكسيونمون دي ليكيب سي اون ايكيب بروفيسيونيل سورتو لي بلان le sérieux, la ponctualité, la discipline, l'organisation, le matériel, هذا كامل il est extraordinaire. Même l'ambiance, la joie, c'est un état d'esprit. أنا نقول لك البارح اليوم حان الوقت، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. رب العالمين ربي لنا كلش، أنه الناس هادو وترى ما يحبوش الفريق، الناس هادو يحبوا روحتهم باش يكونوا لداخل. بتاتر أنا نقول كاين أمور اللي راهي صايرة في الـ انا لو فيزيبل نهضر عليه، مي لانفيزيبل ما رانيش عايش مع الناس. انا عندي خدمتي تما، عندي ترى ما ندورش، ما خرجتش في القهوي، ما خرجتش مع الناس، الا كونسونطري سور لو دومين تاعي. وهذا ربما اللي يزعج الاشخاص هذو اللي ما يحبوش الفريق. يعني عبد الكريم بيرا تصريحاته تؤكد انه ما قام به ربما الامس من مسانده للرئيس باش يغادر الفريق مش متعلق بالجانب الرياضي. هل كل مغادرة في البطولة المحلية هي بأسباب نتائج محلية، أم أنه ظهر يعني كنا نتكلم على رؤساء النادي هم من يقيلون مصطفى، اليوم ظهر عنصر ثالث اللي هم الأنصار؟ باسكو هاد رؤساء النادي كما يقولوا حبطوا الفريق للشارع، هما يسون إليجيتيم لما فان بوكو beaucoup d'entre eux sont illégitimes. Alors واش يدير؟ يرمي الفريق للشارع. وكاين البعض منهم اللي يتكاو على فئه يعني واش راح نقول لك، يتكاو على دي فويو باش يبقاو هما في على تيت دي كلوب.
Je pense que yani, le cas Hada, parce que je crois qu'on est en train de focaliser sur un club, alors que le mal Hada, il touche. Ah oui, il touche. Ou بعض الأحيان نكونوا قاسين على المدربين حنا ونقولوا أنهم يحبوا يغيروا النوادي ولا يعني ما عندهمش إشكال أنهم يغيروا نادي. شوف كاين كاين. لكن لما تسمع تصريحات مثل هذه تخليك. Non, mais كاين بير. Il n'est pas le seul. Il y a pas si longtemps, on a سمعت إفتيسان à peu de choses près. يعني. À peu de choses près, Iftisan qui كان في شلف قال سمعنا كامل il a fait une déclaration قريتها في الجرائد المختصة يقول واش هو يقول سي عبد الكريم بيرا قال لك خلاص الماتش جينا داخلين الفيستير لي هذوك لي ستادي هذوك قال لك سمعت واش ما سمعتوش في 50 سنة كسب وتهديد وشتم اكسيتيرا اكسيتيرا je n'invente rien, Iftisan ou Ali Kalha. Et je n'accuse personne, parce que je me réfère à ce qu'a dit Younes Iftisan. Donc, le problème ne se pose pas uniquement dans le Bourg, ou dans le Chlef, ou dans le Tiert, ou dans le Annaba. Oui, bien sûr, c'est un problème qui touche pratiquement tous les clubs. Tous les clubs, peut-être pas, mais 99, il y a 32 équipes, stage dans la Ligue 1, stage dans la Ligue 2, sur 32 équipes, on dit qu'il touche 30 équipes, c'est sûr. عندهم هاد المشاكل لونترينور ني با بروتيجي لو جوور ني با بروتيجي دايور كاين سارتان زونترينور هما باردون كاين سارتان بريزيدون هما كيحبوا ينحيوا المدرب هما يتلقوا لي سبير تاعهم باش بور لوي بور كي لوي بوريس لا في ومن بعد خليه يغادر انا دون لو ميم الينيومون كي خويا مصطفى الانسان تجيبو كي العروسه ومن بعد كي تحب تنحي شغل كريمينال ما جاياش لا كي نهضروا دوك كلام اللي فهموا العام والخاص انت مدرب عندك واجب الواجب تاعك انه الفريق يجيبك عندك هدف قال عندك لو بروفيل صح قال الهدف انت من حقك تيكزيجي لي موين باش توصل له اذا ما مشاتش الامور نكونوا حاضرين نقعدوا كيما تلاقينا لانه الفوتبول عرفنا مع رجال هذا ما كان اليوم اذا الامور هذه راهي تصرى وصرات أنا السنة اللي مشات كيف ان جروب دو سوبورتور شوف كونت إليا لي زانتيري لونجو ولا كبير اي كونت إليا لا فيبلاس دي ديريجونسي الضعف تاع المسير ولا الرهان كبير الأمور تتخلط يولي كيما قال لك مصطفى أشباه الأنصار حاجة شوف المناصرين أنا يعني نسال عليهم مناصر كي يزعف على الفريق ما يجيش للستاد يعني مناصر شوف مناصر ما يجيش ولا راه في لا تريبين جي لاكسبت كيما يسبق عليا كيما يزعف عليا مي اللي ما نقبلوش شكون انت دخلت للفيستيار يا والباب حبت تكسر باب تاع حديد تسمى لو كان جات باب تاع الحطب البارح راه صرا كريم احنا اذا كنا لداخل والباب تكسرت هما نتفرجوش ثانيك احنا ثانيك رانا رجال بصح الحمد لله لرب العالمين باب تاع حديد شكون هاد الناس راهو يقول لك باللي اجون سيكوريتي كما قال سيفتي سان اللي نحيوها بالمناسبه انت سمانه كامله هو مخلص باش يعس عليك يحميك On n'a pas été protégé. Service d'ordre, bien qu'un. Moi, je dis, je suis le responsable de la personne qui est le responsable. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je حنا عندنا 34 سنه لعبنا دون دي تيران وين تقول كي نولي لداري راني مليح بصح كي تلعب عندك في الستاد تاعك والانسان هذا اسبوع كامل صحه شيخ صباح الخير شيخ ومع اللعب ومن بعدك لو جور دو ماتش ابري لو ماتش 360 دوغري كومبورتمون تبدل اغريسيف ميشو هنا تطرح تساؤلات تساؤل نطرحه فضيل هل المدرب اليوم اصبح مجبر انه يلبي رغبات تاع هذا المحيط باش يقعد في النادي وياكل خبزته كما نقول بون كاين وكاين مدربين اللي يدخلوا في هذا اللي فهموا اللعبه هذه وفهموا اللعبه يعني بالنسبه لعبد الكريم ديرا اللي نعرفوه لا 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 لا, 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 لا عنده انضباط وعنده دائما مشاريع في النوادي واللي خلاته ما يريحش في النوادي كثير لا لا هي المسؤوليه يعني ما يقدروش ثاني مدربين يقولوا بلي احنا دائما ضحيه كاين مدربين مساهمين في هذا الامر هذا لابد ان نعترف بهذا ربما قله ولكن كاين مدربين قبلوا يمشيوا مع بعض المناصرين كاين مدربين تحالفوا مع اشباه المناصرين باش يبقاو في المناصب نتاعهم هذا شيء معروف ولكن يعني ماهيش القاعده يعني باش ما يدافعوش عليه قاعده لا ماهيش قاعده يعني من المفروض ان المدرب مش مجبر باش يتعامل مع اشخاص كيما هادم ولا باش يحمي اللاعبين ولا يقوم بدور شرطي المدرب عنده مهمه واضحه فنية.
والمفروض أبقى. انه كما قال لك عبد الكريم المفروض هذا المسيرين هذا يعرفوا هذا المدرب هذا وقتاش تبدا المهمه تاعو وقتاش تنتهي. هو يعني با اوبليجي باش نهار المباراه مثلا يروح يحمل اللاعبين ولا يواجه اشرار يعني بعد ما يخسر مقابله ولا في كل نتيجه سيئه يصبح عرضة للتهديد ولا هذا. ولكن هذا الامر هذا انا قلت لك جاي من المشكل تاع هذه البطوله وهذه الفرق واشباه نعم. الانديه هي اللي فرضت هذا الامر والان الناس كلها يعني تمشي فيه مع الاسف. نعم. نفتح ملف اخر مع سي عبد الكريم بيرا يتعلق بك شخصيا لانه الكثير يقول انه عبد الكريم بيرا منضبط وهذا امر ايجابي في عمله. عبد الكريم بيرا يتماشى مع الكره الحديثه، عبد الكريم بيرا يستعمل طرق جديده في التدريب، هذه الامور اللي ما يفهمهاش ربما لا رئيس النادي ولا اللاعب الحالي في الكره الجزائريه اللي خلات عبد الكريم بيرا في كل مره يغادر يعني ما يطولش في فرق وما يطبقش المشاريع اللي راح بها. هو صراحه باش نهضروا على مشروع في بلادنا ما كاش مشروع با بروجي سي با ايفيدون يا كما يقول لك على الاقل برنامج عمل راهي معادله. نهضروا على فيدوروت باش نبسطوا لا فيدوروت لازم لك لا تراسابيليتي ولا فيزابيليتي تاع الاكسيون اللي راك راح ديرها. انا بالمناسبه يعني حتى رئيس السي مرزوقي صراحه علاقات وطيده انا مع الاداره واللاعبين والطاقم الموسع حتى الجمهور. المشكل اللي صار البارح بان البارح والامور تكشفت. هادو ما يمثلوا الا انفسهم، هذو راهم لامونا كامل كان كي طاقم الموسع كي لاعبين. صحيح. انا نعاود نرجع لك لانه مريت على عديد الانديه الجزائريه راهي برك 19 نادي جزائري. نعم. بالنسبه للمشروع، المشروع كيما يقول لك يا ديزاكس فيه يعني سيستيماتيك ماشي هكذاك برك. حنا في هذا الشيء على الانستابيليتي خلت انه المشروع ما يقدرش يكون. في بعض من الاحيان مدرب يتعامل مع ادارتين، اداره واحده تعمل مع خمس مدربين في السنه. هذا الشيء هو يأثر بطريقه مباشره ولا غير مباشره على من؟ على اللعاب. في النوادي كل سنه عندك 14 15 لاعب جديد ماشي المدرب اللي انتداب. المشروع يبدا لاباز لما تجي مدرب عندك اهداف. هل طرحت انت مشاريع على رؤساء النوادي وما قبلوش؟ ولا وعدوك انه يمشيوا معاك وفي منتصف الموسم ما كانوش نتائج غادرت؟ انا وين رحت كانوا نتائج. العام اللي فات انا رحت مسكيك دا ربحت فيه بجايه 2-0 بجايه كانوا دوزيام. لو كان ربحونا هم يطلعوا برومي. ربحتهم برومي ماتش تاع الروتور ودخلت لداري لانه تعرضت. واش نقول لك كيما راك تقول انت هادو اشباه خمس عباد ولا 10 عباد هما اللي كانوا يتصرفوا. بالمناسبه نحيي ناس كيك دا وجمهورها الجمهور الكبير هذاك حاشاه. اما الخمس عباد ولا العشر عباد هادو كان هضرت هذاك العام واللي هضرته كان في وقته. بالنسبه للرؤساء صراحه وراه رئيس بالك كاين واحد بالك كاين زوج. لما نتكلم الرؤساء كانوا انا نقول جو دون ليكزومبل تاع من تاع حمار حسن حمار في سطيف ميم كي كان سرار في سطيف الناس خدمت كاترون سيتادير الدول العهده هذيك الاولمبيه. وري لي انت رئيس نادي اللي راه يخدم سور كاترون اغلبيه عام ويمشي دي فوا نص عام ويمشي واه ما عليناش. كاين اللي ما يمشيش خلاص. صح. انت المشروع باش تهضر عليه المشروع هذا لازم له ظروفه، لازم له امكانياته، لازم له الجو تاعو، وكاين مواصفات لو بروفيل دو شاكا. اذا كان لو بريزيدون هذا يلا لي مويان دو سا بوليتيك اي دون اي دو دو يلا اوسي اون بروجيكسيون لوانتان راهو يشوف باللي مع هذا المدرب نقدروا نمشيو للبعيد. لانه انا المدرب هذا يفاي بوزي ان تي بو النظره نتاعي انا اون طونك بريزيدون لو شوا يتندار هكذا. كي نجيب المدرب يبني فريقه على من؟ على حساب لي زوبجيكتيف تاع البريزيدون. باسكو لومبلواير سي البريزيدون. المدرب سي ان امبلواي، مي ان امبلواي كي ا بلوس دو ريسبونسابيليتي كو لو جوار. إيل دو اسيمي لا ريسبونسابيليتي دي ريزولتا اي دو دو، إيل دو فير سون إيكيب، سيتادير سي اون ريسبونسابيليتي اسي لارج. إيل دو اوسي فيديري. نعم. Est-ce que dans votre carrière, vous avez fait état de, ou là vous avez proposé des projets à des présidents de clubs, ou là est-ce que il y a des présidents de clubs qui vous ont demandé de leur faire un projet? Quelle est la question? Quel un ou deux me demandaient pour leur faire un projet? Non. Mais il y a quel deux qui nous a donné un projet sur trois ans. J'ai travaillé avec l'équipe et j'ai rentré dans le Dari. C'était Belabbas.
ولو برومي بريزيدون حبس موا ديسمبر سي مسيو بن سنادة. معليش جو في لو سيتي il y avait un projet dans ce sens où à un moment donné كنت نحبط نشوف لي كادي نشوف لي جونيور وين نطلع دي زو 21 حاب يقول je faisais un petit peu le rôle du coach manager non du coach manager c'est-à-dire où je coiffe toute la section football sur le plan technique وين اجتماعات مع المدربين تاع لا صغر وين pour uniformiser l'identité de jeu قال par exemple حنا سينيور عندنا tel joueur على عام عامين راح يخرج اسكو عندنا ان جوار في لو بوست هذا ولا قادرين نديرو في لو بوست هذا ونديرو ان انفستيسمون دون ليكسيلونس سور دو تروازا ولازم نديرو ان ستاتيو بارتيكولي اذا كان جونيور نقدروا نطلعوه يدرب مع لي سينيور اذا كان كادي ما لازمش يلعب مع لي كادي يلعب نديرو له سور كلاسمون يلعب مع لي جوفا مثلا ولازم اذا كان مخصوص سو لو بلان سوسيال لازم نقومو به باسكو يا دي شارج دونترينمون حاب يقول انت تو تانفستير سور سو برودوي باش يلحق اون سينيور درتها في بلعباس صراحة مع لي جون مع لي زونترينور دو جون tout en étant entraîneur de كاين ميم وين لحقت جانفيت دي زونترينور جون ا venir assister l'entraînement des seniors. شوف هذا الفرق اللي كاين بين مدرب وفورماتور كاين فرق مليح تكون فورماتور وتحكم لي سينيور اذا جست على لي جون ولعبت في لي جون وخديت لي سينيور تعرف قيمه لو جون. انا كاين وين في بلجيكا مثلا في لاش دي اس ان بي اللي نحيهم بالمناسبه هون 2007 كنت نحبط نونطريني لي سينيور لي برقيقا لي هبري لي بلطرش لي ابراهيم شوش دو غران جوار نكمل مع لي سينيور نهبط نلعب مع من شكون اللي اونطريني مورانا سيتي لي يو 10 يو 9 يو 11 انا واش ندير معاهم ندخل معاهم داخلكم جوكر كي نلعب معاهم واش ندير بور سونتير دافونتاج دو بلو بري دي فوا يبان لك هذاك اللاعب هذا تقدر يجي منه راك تلعب معاه بلا ما تماركيا سيتي اون امبيونس اكسترا اوردينار هذا الترافاي تاع الدي تي اس يعني الدي تي اس اولا il doit maîtriser son sujet il doit savoir véhiculer le message تاعو كي دو دروا لي زونترينور دو جون il doit un petit peu اختصار صعب الكلمه ديفينير سامحني ديفينير ليدونتيتي دو جو du club le club هذا عنده طابع une autre question oui تقعد في البرج ولا finalement شوف انا مصطفى نكون صريح par déontologie par respect parce que نحترم الناس هذو اللي خدمت معاهم خاصه الاداره منهم سي مرزوقي وبو عوينه وسي اسماعيل بن حمادي les autorités sont les cités tous et à leur tête monsieur الوالي les joueurs بحد ذاتهم c'est un engagement aussi les supporters انا اذا المحيط المباشر يتنقى ديفينيتيفمون فو ديراسيني مانتونو يفو باسي او بيستوري كي تكون شيروجيا ان شيروجيا ما يخدمش بهذا ان شيروجيا يخدم هذا اذا شاف باللي كاين مرض في لو كور واش لازم يدير اذا خلاه ها هو راح كاع لو كور هذا يديه للكوما اذا نحاه يقدر يسلكو الوضعيه اللي رانا فيها والشي اللي صار البارح شي خطير سي كيما قلت لك اون جرافيتي كبيره بونس سي عبد الكريم والله انا ديسي demain je prendrai la décision qu'il faut sagement نشوف اولا لي فيرتو تاعي ولي فالور ان طونك انترينور نشوف الشيء اللي قادر ندير معاه الفريق بارابور الشيء اللي صرا واسكو الشيء اللي راني راح نطلبه قادر يكون ولا لا دونك انا راه مرتبط بهذ الثلاث امور هذوما نجوز الى ربما الموضوع الثاني المتعلق بتصريحات الوزير الهادي ولد علي نستمع لها في هذا التسجيل Ou le président de la fédération qui n'a pas donné de résultat, je vous le dis aujourd'hui, il doit partir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il s'agit des équipes nationales. Il s'agit de l'emblème national, il s'agit de la souveraineté de l'Algérie. Si moi, à la tête de ce ministère, je ne donne pas de résultat, je dois partir, je dois quitter. Donc si je gère une fédération pendant 4 années, ou pendant 8 années, je ne donne pas de résultat, je n'ai ni médaille, ni champion, ni... je fais quoi ? Ça, c'est une règle élémentaire. Elle est inconcevable, inconcevable. Un président de fédération invalide, d'une façon injustifiée, la candidature de quelqu'un d'autre. Chiriyah Wahdou, candidat unique. Inconcevable. Ça s'est passé dans certaines fédérations. تصريحات قوية إذن من الوزير الهادي ولد علي في حق رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة فضيل تعليقك على ما قاله الوزير الأمر وكأنه القطرة التي أفاضت الكأس يعني الآن خلاص
انا نظن يعني اول مره نسمعوا يعني مسؤول في هذا المستوى يعني وزير يتكلم بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب شديد اللهجه على رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم. يعني هما بصراحه يعني حتى كانوا بعض الوزراء يعني كانوا يخافوا يتكلموا على اتحاديه كره القدم لانها كانت امبراطوريه كانت اتحاديه يعني عندها ستاتيو سبيسيال واحد يقدر يتكلم عليها مهما كانت النتائج. وشفنا المنتخب الوطني خرج قبل اليوم من الدور الاول من كاس افريقيا في 2013 وخرج في 2015 ومحقق حتى نتيجه يعني تذكر باستثناء كاس العالم ويقولون الدور الثاني ولكن اعتبر انجاز كبير. ولكن اللي نظن اليوم باللي وزير الشباب والرياضه يعني تكلم بصراحه وقال انه رئيس اتحاديه اللي ما يسجلش النتائج لابد ان يذهب. نظن هذا الكلام تاع المسؤول الاول عن قطاع الشباب والرياضه يعني لم ياتي من فراغ. نظن هذا الكلام هذا يعني كان مبرمج ومسطر والرساله كانت واضحه لرئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم. ونظن ما نزيدوش نسمعوا رساله اوضح من هذه على حسب ما قالها هو كلاريناتي بريسي يعني. وهذا يعني انه الان نهايه عهد الاتحاد الجزائري لكره القدم التي كانت لا تحاسب ولا تراقب. مصطفى لما يقول وزير الشباب والرياضه انه هذا الرئيس رئيس الاتحاد الجزائري كان يمنع حتى لا يقبل ملفات المترشحين للبقاء لوحده، هذا الامر مرفوض يعني جمعيه عموميه قادمه بمترشحين كثر للاتحاد الجزائري. يعني في لو كابريسي هذا ما قالش اونيكمون الاتحاد يعني قال صاريف دون بوكو دو فيدراسيون. Et eh ben, je me réjouis, Yanni, que enfin, il y a quelqu'un qui a osé. Mais donne le message est très clair, c'est-à-dire là maintenant, le feu est au rouge, quand on s'arrête là. C'est clair parce que il a insisté, quand c'est net, c'est clair et c'est précis. Donc, je pense que. عندنا ما نزيدو نقولو خلاص سورتو كي تهضر مور فوديل ما خلي لك والو دونك الى تو دي انا سكو جو بونس يعني دو لا ديكلاراسيون هادي تاع مسيو المينيستر دو لا جونيس اي دي سبور سي كو فرانشمون كونت يل دي بلي يمنع ناس باش يترشحوا باش يقعد وحده فرانشمون سي اون يل ديفونس اون بورت اوفرت باسكو هادشي كامل الناس يعرفوه ولكن ما كانش عندهم الشجاعه باش يقولوا اللي فري كو راو راو في لي تروا موندا كي لا في il a tout fait pour écarter toute يعني concurrence il a balayé le terrain باش يجوز وكان تلقى ضمانات ايضا باش نكونوا صراحه وي هذوك ضمانات خلصوا اليوم سي بون سي تيرميني. المشكل طارق هو كما كان يقول لك مصطفى يعني صحيح انه رئيس الاتحاديه كان ولكن المشكل الكبير هو مشكل المكتب الفيدرالي يعني مكتب فيدرالي في الحقيقه يعني تاع اشباح يعني ما عمرنا ما سمعنا مكتب فيدرالي مثلا عارض قرار او اتخذ قرار يعني لا سو سوجي جو بونس كون ا تيلمون راباشي هنا اي فوا ابلي لي شوز بار لور نون يا جامي يو دو بيرو فيدرال. مره واحده فقط مع علي فرغاني اللي غادر علي فرغاني لا غادر اكثر من ما واسمو ياسين زرقيني لاكارن ياسين زرقيني مي نهضر لك بيرو فيدرال عارض يعني الجبران ستادير سي دي جون كي فيان يحضروا في البيرو فيدرال لو بريزيدون يراكونت قال يا ودي فوالا واش نديرو واش نديرو واش نديرو واش نديرو اي دوموند جامي لا في دو كالكان و سي دي جون اللي ما كانوش يديروا في بالهم يوصلوا للبيرو فيدرال مصطفى وي بونس كو البيرو سمح لي سي تو بيرمي فوديل يل بونس كو في البيرو فيدرال نجي ونقعدوا والبريزيدون يحكي لنا مع لا فان نقولوا له يعني تي في وتروح طارق يعني باش للامانه يعني باش ما نظلموش فقط غير المكتب الفيدرالي ولا الرئيس حتى الجمعيه العامه مع الاسف الشديد الجمعيه العامه اللي فيها 100 ومش عارف شحال عضو ما تفوتش 20 دقيقة أنا حسبت لها بالساعة حتى شفنا طريقة التصويت في 2012 كانت بالتصفيق يعني هذا غير منطقي الأمر هذا تكلمنا فيه كثير حتى مصطفى يعني باش من لأنه الأمر هذا اليوم هذا الحدث هو تصريح الفصل يعني الأمر مفصول فيه أنه رئيس الاتحاد أول مرة الحكومة تعترف بفشل
هذا الرئيس على رأس هذه الهيئة. أنا pour moi la lecture que je fais à travers la déclaration de monsieur le ministre de la jeunesse et des sports c'est que les pouvoirs publics ont lâché le président de la fédération. C'est clair, c'est lui qui le dit. هو يقول c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça veut dire c'est bon, ça arrête là, ما كاش. ممكن ناخذ رأيك سي عبد الكريم بيرا ما قال الوزير. وزير الرياضة راح يقعد 4 سنين باش يقدر يتبع الرئيس اللي راهو جاي واش راح يدير واش ما يديرش. راهو ملف ثقيل. انا شخصيا انا نهضر بكل قناعه لانه هذا ضمير كذلك. كاين اون بيريود دوبسيرفاسيون في لو دياغنوستيك اون بروبوز لي سوليسيون. وراه البديل وشكون اللي قادر واللي راهو جاي عنده بروجي عنده بروغرام سي لو بروفيل اوسي. هضرنا من قبيله لو بروجي لو بروفيل اون لوي ميم. هذه وحده. حاجه ثانيه اسمح لي جو بونس كو ميم راهو كونت إلي فوني il n'avait aucun projet. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a encore aucun projet. Et avant que M. Raouraoua ne soit élu à la tête de la fédération, nous avons dit que nous avons dit que Omar Kzal, Rabbi Rahmou, et que je salue sa mémoire, nous avons dit que nous avons dit et هاد لا كيسيون تاع شكون يجي سي ان بو شغل تخوف في الغاشي شكون يجي رانا 40 مليون دالجيريان il y a des compétences كاين رجال لي كابابل يمشيوها كاين رجال لي كابابل يطلعوا النيفو تاع لا فيديراسيون اي لو نيفو دو شامبيونال اي لو نيفو دو ليكيب ناسيونال اي لو نيفو دو نوتر فوتبول ان جينيرال ما نضنش جوني ابسولومون ريان كونتر مسيو راوراوا il a fait ce qu'il a fait grand bien lui fasse يعطيه الصحه Mais je ne pense pas qu'un pays comme le nôtre a un grand rôle à jouer pour réussir la fédération. Le diagnostic et les solutions. Chez les mêmes les daro c'est rawa. Hada maksab ou lazem ndaemouh. Chez les ma tndarch, chez les ma tndarch. Nahdro al championnat national, nahdro al c'est-à-dire les autres volets, les autres qui mahna qoulou chapitre. Hna li raho jay, il doit avoir une stratégie dans ce sens. S'il a fait le bon diagnostic, parce que les solutions, ici on fait un mauvais diagnostic, il connaît de mauvaises solutions aussi. Mais donc, il y a des décisions. Un HRC, no comment, parce que j'aurais bien aimé le mescouline autour d'une table, que les choses à Doma mettent des roches. Je ne sais pas, nous sommes mescoulines, nous sommes mescoulines, qui maintenant, quand le Raïs n'a dit, qu'il y a le bilan taille, où il n'a pas fait, اوكي سلام عليكم اذا باش نكمل اذا شفت روحي باللي راني راح نضيع الوقت انا نروح الفرق اللي هضرتهم قبيله بين واحد مسؤول اللي يتحمل المسؤوليه تاع الشيء اللي يدير اختصار فقط لان الوقت خلاص يعني انتهى وصل الختام باش ما نكونوش يعني في الاخير غدا نهائي مرتقب بين مصر الكاميرون في نظرك مصطفى كيف تشوف اللقاء باختصار يعني 30 ثانية فا 30 ثانية انا نقول لك سا سرا فري سي فريمون ان ديسي واللي يقول لك اللي يعطيك ان برونوستيك فرونس مونش لا ما نتكلموش على التكهنات نتكلموا على قيمة المباراة يعني قيمة المباراة سي بور موا سي لي دو اكزامبل سي لي دو اكزامبل دو فوتبول افريكان بلوس زيد لهم شويه الغانا بوتيتر نيجيريا مالوزمون بوركينا فاسو دارت المركز الثالث وي سي اون ناسيون كي اون بروغري راهي تطور كل في كل دوره راهي تطور مي جو بونس كو سي توت افي لوجيك انا كي تقول لي ايجيبت كامرون سي لوجيك هذاك هو مقوله دائما تقولها فوضي كاس افريقيا الماليه يعني الكاميرون مصر يعني هما في زوج يعني نالوا 11 كاس يعني هذا يبين انه هذه المره المنطق تم احترامه كاميرون مصر مباراه صعبه على الفريقين مباراه ربما تلعب على كلكو ديتاي ولكن اللي يفوز منهم راح تكون مفاجاه نعم بالنسبه لك سي عبد الكريم بيرا صاحب 7 ألقاب ورا بعض لا سي اون بال فينال اونتر دو جيون دو لافريك اوسي دو زونترينور اللي فرضوا العقليه نتاعهم نشوفوا لي فيرتي دون ايكيب واضحين لو كاميرون مع بروس اللي هنا مومون دوني ردوه ما راهوش مدرب واليوم راه فيناليست تاع لا كوب دافريك اي دو il a pris ses responsabilités il n'a pas convoqué soi-disant les vedettes avec des joueurs un petit peu n'encoulouche inconnus mais le football avec beaucoup un lien entre les deux équipes C'est l'état d'esprit des deux. Je vois que Balak plus, je vois plus le Cameroun
il est plus tranchant sur le plan offensif, il est plus puissant aussi. La malice, نقدر نقول كاري بلوس عند les Égyptiens par rapport à leur entraîneur. Inch'Allah, نتمنى نشوفوا une belle finale. هذا ما نتمناه ايضا. شكرك سي عبد الكريم بيرا. يعني الحديث معك يتطلب ربما اكثر من حصه لانه مشاريعك تتطلب تحليل يعني في حد ذاتها. مصطفى كلمه اخيره. انا حبيت نحيي زميل اللي شفنا دائما اني رات جامي لوكازيون سي رشيد اي تعمر من باب الزوار ومحب للحصة واستديري ما شارجي باش يحييكم. نحييو احنا ثاني ايضا على متابعته وعلى وفائه لبرنامج ملفات رياضية. شكرا لك فضيل ايضا. شكرا للسادة المتابعين. شكرا للطاقم التقني بقيادة المخرج بلال كرش، سفيان في الصوت، عبدو في الصورة، يا برمونة. السلام عليكم ورحمة الله.